ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. أيوة، لابد تبين بن وليد أن هذا التخصيص بالموقوف. ماشي، صحيح، إجابة صحيحة بن وليد، جزاك الله خير. نعم، رفع عنه الخطأ لكنها لم تجزئه لأنها لم تقع على الوصف المطروح. جهاد يسأل يقول: في حديث شاتت شات لحم، أبو بردة ذبح خطأ قبل الصلاة، فكيف لا تجزئه وقد رفع عن أمته؟ نعم، رفع عن أمته خطأ نسيان وما استكره عليه. يسأل الله عليها وعليكم جميعا. نعم، فهو لم تقع على الوصف المشروع، ذلك عليه الإعادة وهو لا يأثم بذلك. نعم. أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ومن سورة بني إسرائيل، ما زلنا معه. قال: حدثنا عبد الحميد. عبد الحميد هنا هو ابن نصر المعروف بالكشي، قال ذكر ابن حبان في السقاط وقال: هو ممن جمع وصنف، رواه البخاري، فهو من السقاط. قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب. حسن موسى الأشيب من الثقات، ومقرونا بسليمان بن حرب وهو من الثقات. قال: حدثنا أحمد بن سلمة وهو جليل القدر. قال: عن علي بن زيد بن جدعان. علي بن زيد بن جدعان الكلام فيه كثير، الكلام فيه كثير، والحق أنني أدين الله بأنه ضعيف، هو سبب علة الحديث. علي بن زيد بن جدعان قال عن أوس بن خالد، وأوس بن خالد أبو خالد الحجازي، وذكر ابن حبان في الثقات، وقيل مجهول، وله وبعضهم ضعفه وقال فيه له أحاديث مناكير، الحديث ضعيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال: يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنفا مشاة، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم. قيل: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روى وهيب عن ابن طاووس عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايه قال: حدثنا احمد بن منيع من الثقات كما مر علينا كثيرا، قال: حدثنا يزيد بن هارون ومن الثقات ايضا، قال: اخبرنا باهز بن حكيم عن أبي عن جده. هذه السلسلة أفضل من سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده على الراجح الصحيح. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون رجالا وركبانا، رجالا يعني على أرجلكم، رجالا وركبانا، وتجرون على وجوهكم. سبحان رب العظيم، وتجرون على وجوهكم. في هذه الأبواب في حديث في سورة الإسراء فيها أمران: الأمر الأول إثبات البعث والنشور، الأمر الأول فيها إثبات البعث والنشور. قال رب العالمين سبحانه جل في علاه: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن. وقال الله جل في علاه: إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وقال الله منكرا على من أنكر ذلك، قال الله جل في علاه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال يفتفنى، يعني الأبدان تفنى حتى يبقى عجب الذنب، فتمطر السماء مطرا كالمني، أو قال قطل، فينبتون ثم
يخرجون من قبورهم مسرعين مهرولين إلى رب العالمين، ففيها إثبات البعث والنشور، وهذا أمر مجزوم به. قال الله جل في علاه: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم عند الحشر فقال تحشرون، في الحديث الأول قال تحشرون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم. يبقى إذن هنا قسم الناس في البعث والنشور والحشر إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أنهم يحشرون رجالا يعني على أرجلهم يمشون، ثم ذكر ركبانا، والركبان يعني يركبون الإبل، يركبون مكرمين على رفعته، والصنف الثالث يمشون على وجوههم. هنا عندنا التقريع والتوبيخ، وعندنا العذاب المبين المهين. لكن المسألة هنا في سؤال لابد من إجابته. هنا قال تحشرون رجالا، وفي الحديث الآخر أيضا قال على الأصناف الذين يحشرون إلى ربهم ذات أولا، ذكر رجالا أولا وبعد ذلك ذكر ركبانا، مع أن الأرقى منزلة هم الركبان، فجعل الركبان في الوسط وجعل رجالا وجعل يحشرون على وجههم. ما اللفت في ذلك؟ ما الفائدة من أن يصدر الباب بالرجال رجالا يعني يمشون على أرجلهم، ولم يصدر الباب بالأعلى والأكرم والأرقى والذين هم أعظم درجة عند الله تعالى الذين يحشرون ركبانا؟ ما اللفتة؟ ما الفائدة في هذا الباب؟ وختم طبعا بالذين يحشرون على وجوههم. سلف يقول لأن الحشر الجان هو المتبادل الذهني أولا. سعيد النقيب قال الغالب مشات والكبار هم القلة والصفوة. هذا يقول أن الطلة من الأولين وقليل من الآخرين في الحكم الغالب. الحق أنا أشكركم، الإجابات الثلاثة إجابات جيدة وهي متقاربة، والصحيح أن نقول بأن صدر الباب بالركبان لأن فيهم النجاة، لكنهم يحتاجون إلى المغفرة، لأنهم يحتاجون إلى المغفرة في هذا الباب، وهم الذين خلطوا العمل الصالح بالعمل السيء، لذلك كانوا رجالا ولكن فيهم النجاة. ثم بعد ذلك جاء الأمر على الترتيب التصاعدي، جاء الأمر على العلو بأفضل الناس وهم الذين يحشرون بكرامة ركبانا إلى ربهم. والنظرة الأخرى في هذا الباب بأن الأكثرية هم الذين يخلطون، أو كل الأكثرية هم الذين يمشون على وجوههم، وأما القلة هم الذين يحشرون على كرامة ركبانا، فهم قلة كما قال الله تعالى: ثلة من الأولين قليل من ثلة من الأخرين وقليل من الأولين. لا 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 وقليل من الأمان. لا في السورة الوقرة سورة الأولين. أنا أريد بس أنه الحق أن هذه على القلة مش على الكثرة، أن الذين يحشرون إلى ربهم في علو وفي الدرجات الأولى هم القلة ليس الكثرة. وطبعا في قول أن تتبع أكثر الأرض يضلوك، وأيضا قال الله جل وعلا قال: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير. سابق خيرات هذه مقلة. قال إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة قابلة الرافعة كنتم أزواجا ثلاثة. فقال فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين سورة من سورة الأخيرة. قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات نعيم سنة الأولين وقليل من الأزواج. قال أيوة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين.
فهنا بين أنهم على قلة في نهاية الأمر النوم أنهم على قلة في هذا. هذه النفة التي أظهرها على أن الغالب هم الذين يمشون ركبانا لأنهم الذين خلطوا العمل الصالح والآخرة للسيء. فهذا الأصل في هذا الباب. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون على ركبان رجالا وركبانا مكرمين يعني وتجرون على وجوهكم. سبحان رب العظيم لما تكبر وطغى وتجبر فالمنافق يؤتى بنقيبه قصده حشر الله جل وعلا في ذلة ومهانة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشرون كالضر. فهنا يمشون على وجوههم حتى أنه صلى الله عليه وسلم كيف يمشون على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم في الدنيا على أرجلهم يمشيهم في الآخرة حتى من الذلة والمهانة أنهم يتقون الشوك وما يعقلهم في السير هم يمشون على وجوههم. اللهم احشرنا راكبين يا رب العالمين. اللهم احشرنا راكبين يا رب العالمين. اللهم احشرنا راكبين وأنت أرحم الراحمين. وهذه فيها الكرامة بقول الله جل. وهذا كله على تفسير قول الله جل في علا قال على وجوههم عميا وصما وبكما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ففيها عظيم ربوبية الله جل في علا وأصناف الناس في الحشر إما رجالا وإما ركبانا وإما على وجوههم هؤلاء الذين يحشرون على ذلة وصغار ومهانة. اللهم اجعلنا من الذين يركبون وأنت أرحم الراحمين. الفوائد المستنبطة: السنة بيان للقرآن، الناس على أقسام ثلاثة، هم الذين المؤمنون الخلص والكافرون الخلص والوسط بينهما المخلطون بين حسنات وسيئات. طبعا المنافقون ينزلون تحت تحت الكافرين الخلص في هذا الباب، والمؤمنون الذين يكتب الله لهم النجات في كل الأحوال حتى في المآلات هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. عظيم ربوبية الله جل في علاه أنه يحشرهم على وجوههم. لو في أسئلة تفضلوا. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم.